هي ذات الزخم الحضاري والتمازج الثقافي لكل من مر بها وعبر بحارها واستقر بين وديانها. هي الحاضرة في الملاحة البحرية، هي من عززت تجارياً بموقعها الجغرافي المميز وتمتعت بالخصوصية الاستثنائية في ظل الجغرافية العمانية. هي صاحبة الثراء الحضاري، فمن كمسندم نباهي عندما يأتي الحديث عن أيقونة من أيقونات عمان. هي كالبلورة الثمينة لعمان، هي من سميت برؤوس الجبال ودار ذكرها في المخطوطات اليونانية والرومانية والسومرية. حصونها، قلاعها، ومدافعها وأبراجها هي ليست كحالها الآن صامتة كمزارات يرتادها السائح القادم على تلك السفن الضخمة المهيبة بفخامتها، بل كانت شاهدة على الأحداث والحكايات التي سجلها التاريخ عن مسندم وحفظت هوية ثابتة شكلتها حضارة عمان. مؤثرة شامخة عندما تطل ببعضها على ذلك الممر المائي العملاق مضيق هرمز، ولسان حالها يقول للعالم من هنا تمر الطاقة الكبرى، حيث يعبر من خلالها 60% من نفط الخليج العربي إلى العالم أجمع، ومن بينهم السلطنة. هذا المضيق الذي تتوجه استراتيجية السلطنة لجعله بوابة السلام للعالم، وتقسمت بين جنباته 5 موانئ صيد في كل من خصب وليمة وبخا ودبا وكمزار، وأسند إليها 48 مشروعاً استثمارياً وزعت في موانئها لتحظى بالامتيازات التي تستحقها من مستواها الإداري ليمثلها وزير الدولة ومحافظ مسندم، وهي النقلة الإدارية للمحافظة. وهي التي على موعد خلال الأيام القادمة لمشاريع شبكة طرق حديثة تربطها بولايات السلطنة، مشروع ليما دبا ومشروع أول كلية جامعية يترقبها أبناء المحافظة، إضافة لإنشاء مطار إقليمي جديد في المحافظة ومستشفى خصب المرجعي وشاطئ بصة الذي سيكون الإطلالة البحرية الجاذبة للمزيد من السياح وفرص العمل لأبناء محافظة مسندم. ولا ننسى الإعفاءات من الرسوم والضرائب لأي مستثمر سياحي جديد يرغب في إنشاء مشروع سياحي بمحافظة مسندم، استثناء من أي أنظمة معمول بها في هذا الشأن بهدف تطوير وتنشيط القطاع السياحي في المحافظة. وهذا جانب مهم يجب أن يستغل ويفعل دوره كفرصة ذهبية مواتية للمستثمر، وغيرها العديد من الملفات التنموية التي رصد لها موازنات مالية ضخمة، فهي التي تستحق أن تواكب الحداثة وتنشط اقتصادياً ويعم خيرها على عمان قاطبة. حفظ الله عمان وأدام عليها الأمن والأمان، وحفظ السلطان المفدى من كل مكروه.